بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فنحن في الدوار تزولت في نهار 27/8/2018. التظاهرة الحمد لله راه سارت دابا، اليوم راه 5 أيام، كلشي داز بخير وعلى خير. نطلب الله يكمل ما بقي على خير بدون مشاكل. نشكر الإخوان الذي قاموا على تسيير التظاهرة، وكل من بذل أي جهد كيفما كان الله يجزيه خير، الله يجزيه الخير، وجميع الناس اللي جراوا وساهموا، كون واحد الله يخلصوا على حسب النية ديالو بالخير إن شاء الله. ونشكر جميع الإخوان اللي حاضرين واللي غايبين واللي ترجعوا ما يكون غير حضروا، ولكن الظروف ما ساعدتهمش باش يحضروا. لهذا نرجو الله تعالى في المستقبل حين الله تعالى حتى نتلقاو في العام الجاي إن شاء الله في هذا الوقت إن شاء الله بحول الله تعالى.
Thank you.